ردا على كل الشائعات التي تنال من القيادة العامة لقوات الجيش الوطني، سيرت القيادة العامة دوريات صحراوية مشتركة للوحدات العسكرية بالمنطقة الجنوبية شملت حقلي شرارة والفيل وجنوبي مدينة باري. قوات القيادة العامة من جميع مناطق جنوب ليبيا متواجدة حاليا، دوريات مشتركة داخل حقل الشرارة النفطي في مدينة باري. أمور جيدة، ما تسمعوش الإشاعات والكذب والأقاويل اللي بثوا فيها من حكومة الصخيرات أو الصفحات المزيفة المزورة أو كلام الواهمين. وبحسب مكتب الإعلام بالقيادة العامة، فإن الدوريات جابت المناطق الصحراوية والحقول النفطية في الجنوب، وذلك لرصد التحركات المشبوهة لأعداء الوطن والجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون، ولتأمين كامل تلك المناطق ومحيطها. حاليا نتواجد اليوم في حقل الشرارة، الأمور جيدة ونستعد لخروج دورية كبيرة بإذن الله في محيط حقل الشرارة ومحيط حقل الفيل. الأمور ممتازة وعشرة على عشرة، نسأل الله الثبات والتمكين. دعواتكم للشباب بالنصر والتمكين والثبات. كما أكدت قوات الجيش الوطني أن الكتائب التابعة للجيش الوطني تحت إمرة القيادة العامة، أنها ستقوم بكافة المهام المناطة لها على كل قدم وساق، موضحين أنهم من داخل حقل الشرارة وأن كافة الحقول النفطية مؤمنة، أن الدوريات ستتواصل حتى يتم فرض القانون وضبط كل الخارجين عن الشرعية. علي الفايدي، ليبيا الحدث.